السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة كويسة جدا. الوصفة ديت للناس اللي هي دايما بتعاني من الشعر الخشن او الجاف، بتعالج سقوط الشعر، بتعالج الصلع، كل المشاكل ديت او الفراغات، كل المشاكل دي ان شاء الله هنعمل وصفة كويسة جدا. معلقة واحدة بس هنحطها على المكون اللي شايفينه قدامكم دوت، باذن الله هتعالج معاكي كل المشاكل ديت من اول اسبوع. باذن الله هتلاحظي فرق كبير جدا. الوصفة دي يا بنات انا فعلا جربتها على شعر بنتي، لقيتها جابت معاها نتيجة ممتازة، علشان كده كمان انا ابتديت ان انا اجربها ولقيتها فعلا ان هي بتجيب نتيجة مضمونة ونتيجة كويسة جدا. يلا كده يا بنات نسمي الله ونحط لايك للفيديو، عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وتشيروه علشان بنات كتير برضو تستفاد منه. مبدئيا كده بنات الوصفة بتاعتي هتحتاج ان احنا هندخل فيها الشامبو، اي نوع شامبو عندك موجود ممكن ان انت تستخدميه، مش شرط ان انت تتأيدي بنوع شامبو معين او الشامبو اللي انا جايباه، لا اي نوع شامبو عندك انت بتفضليه وبيجيب معاك نتيجة كويسة استخدميه في الوصفة دي. حتى لو انت كان عندك شامبو اطفال ولا حاجة ممكن برضو ان انت تستخدميه في الوصفة دي. نبتدي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة عبارة عن ايه. مبدئيا كده يا جماعه لو انت هتعملي كميه كبيره المفروض ان انت تاخدي كوبايه شامبو كبيره زي ما انتم شايفين معايا. انا دوبك هاخد بس حاجه بسيطه كده، يعني حوالي معلقتين شامبو على قد استعمال نوبتين ثلاثه، يعني في الحدود دي. لو انت عايزه مثلا تعملي كميه كبيره ممكن تكتري، حابه ان انت تعملي دوبك كل اسبوع كميه على قد الاسبوع مفيش مشكله. دلوقتي كده ان انا هبدا ان انا اخد حوالي معلقتين كبار من الشامبو زي ما انتم شايفين معايا كده اهوت، هناخد برضو كده مع بعض يعني حوالي كده ايه نص كوبايه اهو، على اساس لو اتبقى كميه ولا حاجه هعينها برضو استعملها ممكن تكفينا اسبوعين ثلاثه مفيش اي مشكله خالص. دلوقتي كده انا معايا كميه كبيره اهيت، حابه ان انت تزودي الكميه زودها انت وراحتك. طيب الشامبو ده يا جماعه هندخل فيه اعشاب، هندخل فيه مجموعه اعشاب كويسه جدا، يعني بمعنى اصح كده ان هو هيبقى شامبو بالاعشاب. طبعا كلنا عارفين الاعشاب ديت ده حاجه اساسيه في حياتنا، يعني يمكن بتجيب نتيجه كويسه جدا احسن من العلاجات كمان، لان في ناس كتير بتروح للدكاتره بقى وبتكشف وبتدفع فلوس كتير على اساس ان هي يعني يدولهم حاجه وممكن تفيد او ما تفيدش. انما انت لو انت عالجتي بالاعشاب الطبيعيه ده ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا ونتيجه مضمونه. نبدا كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده يا جماعه معايا اول مكون من المكونات بتاعتي الخزامه او اللافندر. ده طبعا الاعشاب دي بتيجي من عند العطار، لو انت مثلا ما عندكيش موجوده في قلب البيت ممكن ان انت تجيبي من عند العطار الكميه اللي انا هقول لك عليها ديت. لو انت جبتي من كل نوع كده ب5 جنيه ما شاء الله هيكفيكي يعني مده كبيره جدا، هتفضل عينها عندك وقت ما تعوزي ان انت تستخدميها هتستخدميها. دلوقتي انا هاخد منها نص معلقه كده، دي يا جماعه هاخد منها نص معلقه زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي بتيجي خشنه يعني ممكن تيجي ايه يعني خشنه كده، ممكن في يعني برضو ان انا هستخدم وصفات تانية ممكن تيجي ورق ممكن تيجي يعني زي حبيبات كده بس بتبقى طويله شويه اعشاب. يعني بتطحنها انت عندك في الكبه، تطحنها كويس جدا، بتنعميها بالطريقه اللي انتم شايفينها معايا ديت. يعني دي انا مش شاريها مطحونه جاهزه، لا انا جبتها وطحنتها بالشكل اللي انتم شايفينه دوت، خدت منها نص معلقه، بقيت الكميه هعينها عندي في برطمان ولا حاجه وقت ما عاوز ان انا اكرر الوصفه هلاقيها موجوده جاهزه. يبقى انا كده يا جماعه حطيت اول مكون اللي هو الخزامه او اللافندر، حطيت منه نص معلقه مطحون. تاني مكون معايا اللي هو ورق السدر، زي ما انتم شايفين كده ورق السدر برده بيجي من عند العطار، بيجي برضو على هيئه ورق كده وانت بتطحنيه كويس جدا، بس في ملحوظه يا بنات اهم حاجه وانت بتطحنيه نعميه كويس جدا، علشان برضو انا هقول لكم ليه انا محتاجاه ناعم كويس جدا. تمام، هناخد برضو كده منه نص معلقه. كل الحاجات دي كويسه جدا ومفيد للشعر، خصوصا الناس اللي هي بتعاني من الشعر اللي بيقع او المقصف او الفراغات اللي هي ما بتطلعش، كمان برضو الناس اللي هي بتشتكي من الصلع الوراثي. اول حاجة المكونات دي كده هوت زي ما انت شايفين مع الشامبو كويس جدا اهو، هبدأ ان انا الفهم كويس جدا زي ما انت شايفين بالطريقة دي كده لغاية ما احس ان هما بالطريقة دي شايفين عاملة ازاي، لان اهم حاجه في الوصفه ديت ان انت تمزجي كل المكونات ديت مع بعض كويس. في يا جماعه مكون برضو معايا المكون ده كويس جدا
لسه انا ما استخدمتوش. دي يا جماعه برضو القرنفل، طبعا كلنا عارفين القرنفل وعارفين فوائده ايه، له فوائد كتير جدا في التهابات البشره، ممكن عشان برضو الناس اللي هي بتعاني من التهابات في فروه الشعر، ده يا جماعه القرنفل بتجيبيه برضو وتطحنيه كويس جدا جدا، ده بيدي ريحه حلوه قوي للشعر. يعني في ناس معظمنا ممكن مثلا لو هو في شغل ولا حاجه او طول النهار بره بيلف الطرحه على شعره، ممكن الشعر بيعمل ريحه او بيبقى له يعني ريحه كمكمه كده شويه، دي بتضيع كل الريحه ديت وبتضيع معاكوا كل المشاكل ديت. انا هاخد حوالي برضو نص معلقه صغيره كده اهوت بالشكل ده كده، وبرضو هنمزجهم مع بعض كويس جدا بالشكل ده كده. دي لو انت برضو يعني تحس ان جلد راسك كده او الجلد بتاع الفروه بتاع الشعر فيها التهابات او فيها مثلا يعني زي حساسيه كده، ده كويس جدا الحاجات دي. شايفين طبعا هي يعني انت تحس ان هي يابسه شويه كده، احنا طبعا هنفك المشكله ديت اهي، لان انا طبعا عايزاه مارق. دي يا جماعه اللي هنجيب برضو شويه ميه كده علشان نفكه اهو، حاجه بس بسيطه كده. طبعا لو انت عندك الشامبو بتاعك تحس ان هو يعني بيبقى سائل شويه او عامل زي الميه، ممكن انت تستخدمي عن الميه دي خالص، انما انا عشان الشامبو عندي تحس ان هو جامد اهوت، احاول ان انا يعني ايه بفكه كده بشويه ميه. نزل بس كله، لان اصلا الوصفه اللي احنا عملناها يعني ايه يابسه شويه. وده يا جماعه الوصفه بقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ديت اهيت، شايفين عامله ازاي؟ ده كده قوامه كويس جدا. بعد كده هنعمل ايه؟ عندي ازازه، اي ازازه موجوده عندك ممكن انت تستخدميها زي الازازه دي كده، تمام؟ يعني اي ازازه كلها غلط. هنبدا دلوقتي ان احنا هنحط كل الخليط اللي احنا عملناه دوت او الوصفه اللي احنا عملناها في قلب الازازه دي. ده كده يا بنات حطينا الوصفه في قلب الازازه زي دي كده، طبعا زي ما انا قلت لك حابه ان انت تزودي الكميه مفيش اي مشكله خالص. هغطيها دلوقتي بالشكل دهوت اهو. دلوقتي كده يا جماعه الوصفه جهزت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنسيبها كده في اي مكان عندك، بس اهم حاجه يكون بعيد عن الشمس او الضوء، بتحطيه كده عندك في رف دولاب او اي حاجه وبتسيبيها لمده اسبوع لغايه ما الوصفه تمتزج مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بعد كده كل ما بتخش تاخد الشاور بتاعك ولا حاجه بتغسلي طبعا، بدل ما بتحطي على شعرك الشامبو اللي هو العادي اللي زي ده كده، بدل ما بتغسلي بالشامبو اللي هو ده كده لوحده، لا هنعمل ايه؟ هنغسل بالشامبو ده عادي خالص اكنه هو شامبو طبيعي. طبعا في ناس هتقول طيب ممكن الاعشاب اللي احنا حطيناها ديت تمسك في الشعر او في فروه الراس وكده، لا انت حابه ان انت تصفيها باي حاجه ناعمه خالص ممكن تصفيها انت وراحتك، بس انا علشان كده في بدايه الفيديو خالص قلت لك لازم تطحنها كويس جدا على اساس ان هي تبقى ناعمه خالص ما تسكرش، تمام؟ فان شاء الله لو انت عملتيها يعني شوفي انت بتغسلي شعرك كل قد ايه في الاسبوع او مرتين في الاسبوع على حسب راحتك انت، ان شاء الله من اول الاسبوع يا بنات ان شاء الله هتجيب معاكم نتيجه كويسه جدا ونتيجه ممتازه. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، لو عجبكم باذن الله ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.